إذن أخوتي وأخواتي جميعا، معكم أخوكم مصطفى العراقي من ألمانيا برلين. اليوم سوف أقوم بعرض حلقة جميلة لكم من ألمانيا برلين مثل ما قلت لكم، عن أسعار الهواتف في ألمانيا. الأسعار يعني الهواتف الألمانية أو الصينية أو اليابانية أو أي هواتف أجدها هنا في هذا السوبر ماركت. السوبر ماركت اسمه ميديا ماركت. هذا الميديا ماركت هو عبارة عن سوبر ماركت يبيعون فيه المواد الكهربائية والجوالات وكل شيء. نعم، إذن هذا أول فيديو سوف أقوم بنشره بعد تفعيل قناتي هنا في الإنترنت في اليوتيوب. قد تفعلت القناة وأصبحت مشهورة على العالم كله إن شاء الله. أتمنى منكم الدعم في القناة وانتظروني في الفيديو قريبا. الآن بعد دقائق سوف أبدأ بعرض الشارع والطريق إلى أن أذهب إلى هناك والمكان الذي أجد فيه هذه الهواتف وأصورها لكم جميعها، طبعا مع الأسعار ومع الأرقام ومع الأسماء ومع كل شيء إن شاء الله. وأتمنى أنه سوف تعجبكم الحلقة في النهاية، إذن تابعوا معنا. إذن أخوتي أخواتي، معكم أنا من جديد. هذا هو المكان الذي سوف أصوره لكم الآن أو بعد قليل. اسمه زاتورن. زاتورن اسم المكان من ألمانيا برلين. طبعا هو عبارة عن 4 طوابق. أنا سوف أصور لكم الطابق الذي يحتوي على الهواتف النقالة، الجوالات، الموبايلات. انتظروني بعد قليل إن شاء الله. إذن المكان الأول الذي سوف أصوره لكم هو مركز السامسونج. مركز السامسونج يحتوي هنا على الأجهزة الجديدة الحديثة الآن في الأسواق. هذا سعره تقريبا مثل ما مكتوب هنا إذا ترون 1.949، يعني تقريبا 20 ورقة دولار، 20 ورقة دولار تقريبا، يعني 2000 دولار سعر هذا الجوال الذي هو اسمه جالاكسي S أو تسات فولد 25G أو G اسم هذا الهاتف الذي هو تستطيعون أن تفتحه هكذا. أوه جميل جدا، هاتف جميل جدا، ينفتح هكذا ويصبح عبارة عن جوالان أو جوال واحد كبير، لكن سعره غالي جدا على ما أعتقد. وعندما تكبس هكذا تسكره يصبح جهاز واحد أيضا. جميل جدا، جميل جدا، جميل جدا. الهاتف الثاني هو هذا سامسونج أيضا. أنا الآن في شركة سامسونج، في مقر سامسونج، يعني الفرع الذي الخاص بهم هنا في هذا السوبر ماركت. هذا سعره الجهاز 10 أوراق دولار، يعني 1000 دولار.
الذي هو جالاكسي تسات فليب. فليب مثل ما ترون هذا الهاتف تستطيع أن تقوم بكبسه هكذا، وجميل جدا، واو روعة. لم أشاهد هكذا في حياتي أول مرة حسب ما ترون. وعندما تفتح هكذا يصبح جهاز جوع الهاتف. واو هذا 10 أوراق سعرة. طبعا هناك كفرات للهواتف الجالكسي، هذا النوت 20 والنوت 20 5 جي. هذه سماعات جالكسي بودس لايف سعرها $100 أو $109. هذه جميل جدا، جميلة جدا على ما أعتقد. نعم ماذا لدينا أيضا هنا؟ الساعة سعرها $300، جالكسي واتش 3 سامسونج. نعم لا أعرف إن الإضاءة كانت واضحة أم لا، سوف أقوم بتعلية الإضاءة هكذا. جيد، إذن هذه هي الساعة، تستطيع أن تصور فيها تليفون، تجد التليفون. لنرى ماذا يوجد فيها أيضا. ضابط رسائل، نعم لا يوجد فيها كاميرا على ما أعتقد، لا يوجد فيها كاميرا. سعرها $379. شيء جميل. نعم الجالكسي لديه أيضا هنا جالكسي A41 سعره $239 أو أورو، أورو 239 دولار، ليس دولار وإنما أورو، يجب أن تحسبوا ذلك. يعني هو 100 أورو تصبح $80 تقريبا. هنا لدينا آيباد، آيباد 237 أورو، وآيباد جميل جدا جالكسي A51 اسمه. هذا الآيباد جميل جدا، أنا أحب الآيباد لأنه تستطيع أن تعمل فيه كل شيء تقريبا في المنزل أو في الطريق أو في القطار أو في أي مكان. نعم لدينا جالكسي A71 نفسه الذي كان هناك، لكن بسعة بذاكرة أكثر وكبر الشاشة أكبر، يعني هذا مثلا 16 سنتيمتر، 6.7 زول، وذاك الآخر 4.5 زول. 555 جالكسي S10 هذا هاتف جميل جدا سامسونج أيضا. نعم أندرويد 9 تستطيع أيضا إذا كنت ساكن في ألمانيا، 17.44 دولار أو أورو بالشهر بالأقساط تدفعها. يعني لدينا نوت 10 749 دولار أو أورو عفوا، و 256 جيجا بايت. هذا نوت 10 جلو، يعني هذا اللون مثل المرايا إذا تشاهدون، جميل جدا. لنرى إن أستطيع هنا أن أعرض اليوتيوب الخاص بي في هذا الهاتف كتجربة. لا أستطيع، يجب أن أقوم بالملدنة يعني بإضافة شيء، لكن لا أستطيع. جميل. From inside Germany. From inside Germany كما تلاحظون، وقد ظهرت لنا القناة الذي أصور منها الآن. جميل جدا روعة، جميل جدا. هذا هو الفيديو مثلا، هذا الفيديو الخاص بي مثلا. الإعلانات أرجو أن تقوموا بتركها لكي تقوى القناة إن شاء الله. هنا لديكم ساعة جالكسي واتش 3 45 ميجا بايت، يعني سعتها بسيطة جدا. الآن هي في الشحن. نعم نعم هذه هو يوجد فيها فقط الفيتر
نعم هذه مثل الساعة الأخرى، الساعة فيها كاميرا، كاميرا لا يوجد فيها، وإنما موسيقى، صور. نعم لا فيها كاميرا، والله جميل فيها كاميرا، لكن لا أعرف كيف أقوم بتشغيل هذه الكاميرا. لنرى، لا أعرف كيف أقوم بتشغيل الكاميرا، لكن فيها كاميرا وشيء جميل جدا. واو شيء جميل جدا. هذه أختها أيضا، لكن هذه 41 ميجا بكسل أو ميجا بايت، ميجا بكسل نعم. ولدينا هنا أيضا جالكسي في هذه الجهة الثانية. هنا مثلا متوفر الجالكسي 10 لات، ولدينا هنا الجالكسي أيضا العشرة لات، لكن هذا يكون 208 جيجا بايت. هو جميل جدا 208 جيجا بايت، سعره 468 أورو فقط. سعر جميل، سعر جميل جدا. سوف أرى هنا أيضا إذا أستطيع أن أقوم بفتح القناة. أوه تظهر القناة بسرعة ما شاء الله، جميل جدا. القناة تظهر بسرعة وهذا الشيء جميل جدا. كما تلاحظون القناة ظهرت، شيء جميل جدا. شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. نعم ماذا لدينا أيضا هنا؟ هنا لدينا سامسونج تابلت A7 هذا كما تشاهدون، وسعره 189 أورو، وسعته 320 جيجا بايت. هذا أيضا سامسونج جالكسي نوت 20 5 جي، أيضا جالكسي، وسعره 714 أورو، 255 جيجا بايت. جميل جدا هذه أجهزة الجالكسي. الآن قمت بتصويرها، سوف أذهب إلى أجهزة الهواوي. هذا اسمه الهواوي، تعرفوها أيضا، لديهم مثلا اللابتوب. سوف أقوم بتصوير لكم حلقة أيضا لاحقا عن اللابتوبات. هنا 263 أورو هواوي P30 نعم. سعته كبره 15 سنتيمتر، كاميرا 32 ميجا بكسل و 6 جيجا بايت، 256 جيجا بايت سعته. أما هذا الآخر نفس الشيء، لون يختلف. لديهم أيضا ميت باد أو آيباد، سعته سعره 272 أورو، وسعته 64، ويوجد 32 أيضا جيجا بايت، كاميرا 8 ميجا بكسل. لديهم أيضا هنا 214 أورو، أسعار رخيصة طبعا، هواوي P40، وكاميرته 16 ميجا بكسل، والساعة كم هي الساعة؟ 128 جيجا بايت. أوه جميل جدا، 779. أيضا هواوي آخر اسمه P40 برو 5 جي، هذا لون جميل جدا، لون جميل جدا، روعة روعة. أنا تعجبني هذه الجوالات. هنا لا يوجد جوال للأسف، كان هنا جوال لكن ليس موجود. أيضا هنا لدينا آيباد ثاني 609 أورو، وهذا يكون 128 و 256 جيجا بايت الساعة، ساعة جميلة جدا، جميل جدا. هذا تستعمله، تستطيع أن تستعمله كلابتوب وإلى ما ذلك كما تلاحظون هنا.
هذا لون آخر يشبه هذا الهاتف اللي هو اسمه نوفا 5T هواوي، 128 جيجا بايت، سعره ب 273 أورو. طبعا أسعار رخيصة جدا كما تلاحظون أخوتي وأخواتي. هنا لدينا P40 برو 5G، الشبايشر يعني هو الذاكرة، 256 جيجا بايت. جميل جدا، هاتف جميل جدا بثلاث كاميرات واضحة. نعم الآن واضحة، ثلاث كاميرات، جميل جدا. أسعار رخيصة لكن الذين هنا ساكنين في ألمانيا، يعني الذي يسكن في ألمانيا فهذه الأسعار بالنسبة له بعض الشيء غالية، لأنه يجب أن يقوم بإرساله إلى الدولة الخاصة به وسوف يكلفه الأمر بعض الشيء، يعني ليس رخيصا. هنا لدينا 189 أورو هواوي P40، الكاميرا 16 ميجا بكسل و 128 جيجا بايت. الساعة، ساعة الهاتف، لون جميل، أربع كاميرات، جميل جدا، جميل جدا. 438 أورو هذا فيبرو 40 5G، وهذا كان P40 ليت. أها، يعني سوف تشتبهون أنتم، لكن هنا هواتف كثيرة، يعني يشتبه الشخص عندما يأتي إلى هنا فيقول هذا يشبه ذاك، ما الفرق؟ لكن يجب أن يلاحظ الشخص قليلا ويركز على الموضوع فسوف يلاحظ هناك في اختلاف بين الأجهزة. هذا فيها أيضا ثلاث كاميرات، سعر جميل، سعره يكون 779 غالي بعض الشيء، 32 ميجا بكسل و 256 جيجا بايت، لأنه 256 جيجا بايت يكون سعره هكذا غالي، لأنه سعره 256 فيكون سعره بعض الشيء غالي. نعم لدينا هنا ست تي اي، هذه الشركة ست تي اي لديها أيضا هواتف، هذا 142 أورو فقط، و سعته تكون أكيد بطيئة وهي 256 جيجا بايت. جميل جميل، 256 وسعره 142 أورو. الصراحة هاتف جميل ورخيص، لأنه 142 أورو سعر بسيط، يعني تقريبا 110 دولار. هنا 299 يعني 300 دولار أو 300 أورو عفوا، يعني 240 دولار تقريبا. الساعة تبعه أو ساعته الخاصة عفوا 256، جميل جدا. هذا تسد أوكسان 1000 يعني 11، جميل جدا. هنا تسد تي اي أيضا لديها هواتف أخرى، مثلا هذا الهاتف سعره، لا يوجد سعر، هذا الهاتف سعره 100 يورو 999 عفوا 99 فقط، فاصلة 99 يعني 101 أورو، يعني تقريبا 80 دولار، يعني السعر بسيط جدا لهكذا هاتف جميل، هاتف جميل جدا. لكن أنا ست إيه لا أحبه الصراحة، يعني هاتف لا يعجبني، نعرف لماذا. هنا 151 أيضا ست إيه اسمه بلاد 10، كما تلاحظون هذه هي المعلومات الخاصة به. هاتف جميل جدا. ولدينا هنا أيضا أخوه سعره 200، وهذا الآخر أيضا 200 لكن الألوان مختلفة، يعني هذا اللون مثلا ولدينا هذا اللون مثلا، اللون مختلف. هذا فيه بصمة من الوراء بصمة جميلة، لكن هذا لا يوجد فيه بصمة، هذا فيه لا يوجد فيه شيء. لنرى الكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية عفوا من هنا، فسوف تلاحظونني أنا أمامكم، جميل جدا. أنا أصور أيضا الآن في جالكسي كما تشاهدون، لكن
ليس يعني جيدا جدا، لكن جلاكسي يعني يمشي الحال ان شاء الله. نعم جميل، جميل جدا، جميل جدا، لكن انا لا احب هكذا القائمة، يعني تكون ليست جيدة، مفهومة صعبة وليست سهلة. جيد جدا. سوف اعرض لكم الان. مثلا هنا لدينا الكاذرات وهذه ماكينة سوف اشرح لكم عليها فيما بعد. هنا لدينا الكاذرات الخاصة والشاحنات والسماعات وكل شيء خاص بالهواتف، لكن غالية بعض الشيء. يعني مثلا هذا الشاحن للايفون 20 أورو، هذا 17 أورو وإلى ما ذلك. للسيارات مثلا 30 أورو، 35 أورو، يعني هنا يعني يوجد 10 و15 و7 و5، لكن ليست نوعية جيدة. وهذه طبعا أنواع مشهورة بالعالم كله، يعني أنواع كثيرة جدا وليس نوع واحد فقط. إذن سوف أقوم بإنهاء الحلقة الآن وسوف أكمل لكم في حلقة ثانية إن شاء الله، لأنه سوف تكون الحلقة طويلة ولن تكون ممتعة أكثر. انتظروني سوف أأتيكم إن شاء الله في الحلقة اللاحقة. مع السلامة.